السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امبارح نزل سكن البيكاسي ومع اللبس اللي بتتطور بس ما فضيناش نعمل فيديو تفتيح باكيجات. فالمهم يسعد اوقاتكم جميعا واليوم ادعولنا يطلع لنا سكن البيكاسي اللي بيتطور. اذا اول مرة عم تشوفنا على يوتيوب تأكد نحط لايك وسبسكرايب فخلينا نروح على تفتيح الباكيجات. Let's go baby. اوكي قبل ما نروح نشحن السكنات خلينا نشوف السكن وخلينا هيك نفكر شوي قبل ما ندفع مصاري على السكن. بالنهاية دفع المصاري فط المصاري على الفاضي مش منيح. او ماي جاد هاي الفوتي تبع الليفل ماكس تبع اللبسة اللي بتتطور. فيا اخوان اذا بنروح على اللبسة اللبسة ليفل واحد يا اخوان مثل كأنك جايب لبسة من سوق الجمعة. يعني مثل ما يكون شايفان لبسة يعني اذا بتجيبها من حي الله صندوق زبالة بتجاك. الليفل 2 هون انتقلنا من سوق الجمعة لسوق الأحد لأنه هلأ صار فيه شوية زخرف وشوية شغلات جديدة. سكن الليفل 3 بس صار ليفل 3 بنصير هون بماركت عالمية أخوين ماركت شو بعرفني الإيطالية هو أغلى شيء. ف يعني صار فيه أجنحة وصار فيه شغلات حلوة وكمان دفع المصاري كتير حلو حتى توصل لهذا المستوى. عندنا هون المرحبا يا اخوان عندكم المرحبا بتاخذ 3 ثواني لتطلع مع الجوانح. وعندنا هون النزله بالطياره مع شغلات الكترونيه يعني حلوين. وعندنا هون الاسم بس توصل للليفل ماكس نيم بليت افكت هيك شيء. بنروح على السلاح. السلاح يا اخوان وين هو السلاح؟ في عندنا هون بوحده السلاح معنا السلاح الليفل 1 ومعنا الهايدي الطرحة حساسها مثل تبع العروس. الطرحة خذ ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 وعندنا الشنطة ليفل 2 وليفل 3 وليفل 1 بس ليفل 3 بتجنن كتير مع أجنحة طالعة حلو. عندنا الأنفور والفيكتور وهيدي يا اخوان هيدي الخوذة بتشبه الخوذة تبع الدي جي تبع دي بي إذا بتعرفه. بنروح على السلاح. السلاح اللي بيتطور أبجريد وينو ليفل 1 خيز ما اسمع تشك. هاي يا اخوان اول توكن يعني اول ما يطلع لك توكن وحده عندنا هون بس يطلع بس تطور ليفل 2 ولا ليفل 3. اوه هاي اول سلاح من ليفل 3 بتجي له سبيشال افكت. سبيشال افكت عندك بغير سلاح السبيشال افكت بيجي بالليفل 5 بحيال السلاح بتجي بالليفل 5 الا بالبيكاسي جاي بالليفل 3. يا ريت لو معنا مصاري لنوصل لهالمستوى. المازل افكت مطالع منه رعد والسبيشال افكت والله يا عمي متعوب علي والله هالافكت. هذا الهيت افكت وهذا الافكت 2 واللوت بوكس والكل مسج يا ربي يا باي بدك شي 15000 دولار. 15000 دولار يا اخوان اذا بتبيع البيت وبتبيع السيارة وبتبيع واذا ببيع الايباد كمان اللي عم يلعب علي افيش طور ليفل ماكس هذا السلاح. فان شاء الله يطلع لنا يا اخوان بتفتيح الباكيجات. بديش اقول اكتر من هانك فخير راح نشحن وبعدين نرجع لكم على تفتيح الباكيجات. يا رب مع اول فتحة بسم الله يا كريم يا رب. ايبك شو الايبك صباط ايبك شو بدي فاي صباط. اها في شيء بنطلون ولا هاي اول فتحه طلعت زباله. تاني فتحه لعيون المتابعين لنشوف. ما في شيء مهم يا اخوان. اوف ابك هات لنشوف بنطلون. يا الله شو بدي بالبنطلون غيره. عم يطلع لنا شيء ابك تاني. ما مستحيل اول فتحتين لازم يطلعوا زباله لازم يسموا لي بدلي من البدايه لو طلع لي شيء مسك له. الفتحه اللي بعدها لعيوني لشوف عيوني فيهم هيك شويه بركات او لا. اوكي يا رب ازرق 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 ابي بشرش بالخير ابدا. شنطه ليفل 2 ازرق ما ازرق ما فيش شيء يبشر بالخير. يلا فتحه بعد. كمان ازرق يا الله. بنطلون كمان صباط يا الله يا الله صاروا 3 فتحات. فتحه بعد ايبك يا الله فيش شيء مسك.
بنطلون يا الله من البلطنين نايت سكرول مدري شو سكرت شو بدي بالسكرت بطيخة عمى عمى كل شيء زبالي لو يا الله ليش حظي هيك يا الله يلا بعد فتحة كمان ابك كمان ابك استغفر الله شو الابك هالمرة شانتي ليفل 3 يا الله يا خيش ليفل 3 شو بدي فيها ولو ولا شيء مسك ولا شيء مسك دفع مصاري على الفاضي اللي بعده كمان ازرق كمان ازرق يعني ولا شيء في الشيء بيبشر بالخايل ابدا يا اخوين استغفر الله كمان ازرق كمان ازرق يا الله شنتي ليفل 1 سوداء من سوق الجمعه ايه اها بنطلون وبدلي شو بدي بالبنطلون والبدلي يلا بدنا البيكاسي فتحه بعد ايبك لنشوف شو هالايبك يا رب هاك يحطوا لنا شيء مسك بدل الايبك خوزي ليفل 1 اخ يا الله يا الله فتحه بعد فتحه بعد لنشوف لوين اخدينا هتفتح الباكيجات البطيخ ابك ابك ولا شيء مسك استغفر الله شو هيدا كمان خوزي ليفل 1 من سوق الجمعه طاقيه ايه ابك كنزي شو بدي بالكنزي الجاكيت يا ربي يا الله يا الله وجعت الراس مناين بتجي ولا مره فتحت فيها باكيجات الا من سام بدني وحده بعد نشوف كمان بلو بلو يلعن ابو البلو ابو الازرق ما في شيء مهم ما في شيء لا لا يا الله اني يا الله ابك كمان ما في شيء مسك ما عم يطلع لي شيء مسك شو بالاكونت معلي ملقلق سكرت صارت من عادي مره تاني السكرت البطيخه سكرت مره تاني ولو بوت الحاله بوت الحاله بوت الحاله لو حدا محلي لك نزل دمعي على الوجنات فتحه بعد ابك ابك الحمد لله الحمد لله ولا شيء مسك ولا شيء هيك احمر اصفر اخضر لا 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 ولا شيء العامة بنطلون كمان ولو ولا رقصة ولا شيء ولا شيانة ولو بنتحر بنتحر لو حدا محلي كان انتحر ولو اذا ببرم بالكرة الارضية كلها واحد اسبل من العصر